قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بتفقد مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم. حيث أثنى سيادته على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد وتوفير أحدث المعدات والتجهيزات لرفع كفاءتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم وسعيد بلقائكم، وكل سنة وانتم طيبين. أنا عارف إن فترة التدريب المركز خلصت، والمفروض إن يعني اليومين دول كده آخر الثلاث شهور زي ما تعودنا إن احنا نلتقي يعني. فأنا سعيد باللي أنا بشوفه، وسعيد أيضا باللي أنا بسمعه من يعني من أول السيد الوزير لغاية مدير الأكاديمية على المستوى اللي احنا الحمد لله حققناه خلال فترة التدريب المركز ديت. وإن شاء الله طبعا هنستكمل ده خلال يعني الفترات القادمة بعد ما إن شاء الله ترجعوا من الأجازات يعني. مش هنسى ان انا اقول لكم من فضلكم بلغوا اسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان، وايضا اشقائنا المسيحيين بالايام اللي هي الصيام الكبير. كل سنه وانتم طيبين جميعا. زي ما احنا حريصين على ان دايما العامل البشري وهو الاميز وهو اللي ليه تاثير كبير جدا لو احنا نجحنا فيه على الاداء وعلى التطور وعلى التقدم وعلى حالة الانضباط وكل شيء. واسمحوا لي بس ان انا باختصار شديد اكلمكم عن موضوعين. الموضوع الاولاني خاص يعني بالداخل بمصر وشؤونها، واحنا كنا خلال زي ما قلنا الاربع سنين الاخرين او اكتر كانت ظروف الكورونا وظروف الازمة الروسية وايضا الحرب في غزة كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر. لكن اقدر اقول لكم باختصار شديد ان الاجراءات اللي تم اتخاذها خلال يعني الاسابيع القليله الماضيه يعني احنا بنحاول نكون على الطريق الصحيح لاعاده يعني تصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه. ويمكن النهارده احنا بنتكلم على ان احنا عملنا يعني اتفاق اولي كده مع صندوق النقد الدولي، وفي ايضا مع البنك الدولي هيبقى في شكل من اشكال الدعم، ومع الاتحاد الاوروبي ايضا، بالاضافه طبعا للإجراءات الأخرى اللي أنتوا عارفينها كويس. وده في حد ذاته هي خطوات من جانبنا إن احنا نحسن ونطور ونصلح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي. فبطمنكم إن الحمد لله الأمور ماشية، وأيضا ما فيش عندنا مشكلة لا في سلع ولا حاجة، وحتى المستلزمات اللي كانت متأخرة في المواني الحمد لله بتخرج دلوقتي. ده فيما يخص الموقف الداخلي باختصار شديد. فيما يخص الموقف الخارجي طبعا انتم متابعين كويس قوي الحرب اللي خلصت خمس شهور دلوقتي، يعني شهر يوم 7 اللي فات كان خمس شهور كتير قوي، خمس شهور على العنف والقتل اللي بيتم، واحنا بنحاول بكل جهد مخلص وامين وان احنا نصل الى وقف اطلاق النار في القطاع حتى يعني نحمي وننقذ أهلنا في غزة وخاصة المدنيين الأبرياء. وإحنا بنتكلم على أكتر من دلوقتي أكتر من 30,000، تلتينهم من النساء والأطفال، وأكتر من 70,000 مصاب، علاوة على أن تقريبا 60-70% من القطاع مبانيه ومنشآته وبنيته التحتية
والمنشآت الحكومية وكل المنشآت الخدمية تقريبا اللي احنا بنتكلم على اللي هي كانت العمود الفقري للقطاع تم تدميرها خلال هذه الحرب. الأرقام اللي ممكن تبقى محتاجة لإعادة إعمار قطاع غزة يعني مخيفة جدا جدا، وعدد السنين اللي المطلوبة لإعادة الإعمار في القطاع. لكن على كل حال احنا بنحاول ان احنا على الأقل يعني نوقف هذا النزيف، نزيف البشر ونزيف المنشآت أيضا، وبنسعى جدا لإدخال أكبر حجم من المساعدات. أنا عايز أقول لكم إن إحنا القطاع فيه حوالي 2.4 مليون إنسان. إحنا حذرنا وقلنا إن الأمر اللي بيتم ده وعدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة، واستخدام الغذاء كسلاح آخر في مواجهة المدنيين الأبرياء، وده إحنا حذرنا منه من الأول خالص. وإحنا حرصنا وكنا دايما بنقول إن معبر رفح مفتوح ومستعدين أي حجم من المساعدات يدخل عشان يعني يوفر لأشقائنا وأهلنا في فلسطين أو في القطاع يعني احتياجاتهم الأساسية. دخلنا في مبادرة وتحالف إن إحنا نعمل إسقاط من الطائرات، إحنا وأشقائنا في الإمارات وقطر وأمريكا وفرنسا ودول كثيرة، مش عايز يعني أنسى حد، لكن كل ده أرقام لا تساوي أبدا أبدا المطلوب. أنت بتتكلم في آلاف الأطنان محتاجين ندخلها يوميا لاحتياجات الناس. فإحنا بنتكلم على أن إحنا نصل إلى وقف إطلاق النار هدنة يعني، ونصل إلى أن إحنا ندخل أكبر حجم من المساعدات عشان نغيث ويبقى في احتياجات والمجاعة دي يتوقف حد لتأثيرها على الناس، وأيضا السماح للناس اللي موجودين في الوسط وفي الجنوب يعني يتحركوا في اتجاه الشمال لأماكنهم، مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح. أنا أقول دايما إن إذا كنا احنا فعلا عندنا جدية كلنا كمجتمع دولي على إن يبقى في فرصة حقيقية إن يبقى في دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، ويبقى في فرصة لهم إن هم يعيشوا بكرامة كبيرة جدا جدا في بلدهم ويديروا أمورهم بالشكل اللي هم يرتضوه دون أن يكون لهم ضرر أو يكون للمواطن الإسرائيلي على الجانب الآخر ضرر. بصراحة اعتراف دولي بفلسطين، دولي يعني بتكلم على الأمم المتحدة، دولي يعني بقول كل العالم بقت دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وكاملة وكمال الاعتراف بيها من جانب الدول الكبيرة. إذن ده لو تحقق احنا ممكن نقول ان رغم ان في أزمة وفي مأساة كبيرة جدا احنا شفناها خلال الخمس شهور اللي فاتوا، الا ان يبقى عزائنا للي حصل ان بقت في دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هو ده الموضوعين اللي انا يمكن حبيت اتكلم معكم فيهم واقول ان احنا حذرنا ايضا من اتساع نطاق الحرب، ويبقى زي ما انتم شفتوا من سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس وتأثير ده على التجارة الدولية بشكل كبير، كل ده احنا حذرنا منه. وأيضا اللي ممكن الصراع يمتد إلى الشمال، كل دي مخاطر احنا بنحذر منها وبنقول ان احنا نتمنى خلال يعني أيام قليلة بالكتير نصل إلى وقف إطلاق النار وما يبقاش في تطور سلبي ممكن يؤثر على الموقف أكتر من كده. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وأنا سعيد باللي أنا شفتهم وسعيد بيكم وأتمنى لكم كل التوفيق، وزي ما بقول من فضلكم خلي بالكم من نفسكم في إن شاء الله فترة الأجازة اللي انتم تنزلوها ديت، وترجعوا إن شاء الله مرة تانية تكملوا وتستأنفوا يعني التعليم والتدريب اللي انتم بتقوموا بيه. شكرا جزيلا.